تعالوا نتابع مع حضراتكم أيضا مزيد من التفاصيل. معانا المهندس نادر أحمد نادر، نائب رئيس قطاع التدريب بمبادرة تطوير الصناعة إبدأ. مساء الخير يا فندم. مساء الخير بحضرتك، أهلا بك يا فندم. يعني أنا النهاردة الحقيقة والناس يمكن بتتابع أيضا هذا المشروع ومصنع الكوارتز، كلمنا عنه، وعايزة أعرف كمان يعني وجود مبادرة تطوير الصناعة إبدأ في هذا المشروع كمان تحديدا. يا فندم احنا يعني باختصار يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا طبعا خدنا تكليف من سيادة الرئيس بان احنا نشتغل على تطوير الصناعة، وابتدينا نشتغل في تطوير الصناعة من ثلاث محاور: محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعة، ومحور التدريب والبحث والتطوير. وانا بما اني نائب رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير فكنت بشتغل طبعا على دعم التعليم الفني والتعليم الصناعي، واهم مشكلة قابلتنا هي تعدد جهات تقديم التعليم الفني. تمام. تعدد الجهات دي هي وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة، وزارة القوى العاملة، وبعض الجهات الخاصة. ده طبعا خلى عندنا اختلاف في المناهج وتضارب طبعا في القرارات وفي المعايير. طيب احنا النهاردة كنا في الحوار الوطني وكنا بنطلب ان يبقى التعليم الفني كله تحت مظلة واحدة. تمام. علشان المناهج تبقى موحدة، طرق التدريس تبقى موحدة، والمستفيدين كلهم يبقوا تحت مظلة واحدة وليهم علاقة ببعض. تمام. واحنا طبعا كابدأ علشان نشتغل على المشروع ده فاحنا اطلقنا مشروع الوطني للتدريب، المشروع الوطني للتعليم الفني والتدريب المهني يجي تيفت. المشروع ده علشان نمشي في الطريق الصحيح، فابتدينا بالتعاون مع اتحاد الصناعات علشان نعرف كل منطقه جغرافيه ايه التخصصات المطلوبه فيها وبعدد قد ايه، علشان طبعا ما ندربش 5000 وسوق العمل محتاج 50، او ندرب تخصص مش مطلوب. وطبعا معانا مؤسسات تطوير معتمده دوليا علشان بتجيب لنا احدث المناهج الموجوده عالميا، وبتطور لنا البنيه التحتيه والماكينات والمعدات، وطبعا تدريب المدربين علشان في الاخر يبقى عندنا المتدرب او المتخرج من التعليم الفني شهادته معتمده دوليا، يقدر يشتغل جوه تمام. مصر ويقدر يشتغل بره مصر. طب اسمح لي هنا مهندس نادر، يعني يمكن احنا كمان النهارده في التاسعه الحقيقه هنناقش يعني محور هام جدا وهو التعليم الفني داخل اللي بيتم مناقشته ايضا في الحوار الوطني. وهنا حضرتك كده بتكلمني عن التدريب وعن التعليم الفني اللي هو شيء مهم جدا. اولا وجود صناعه ابدا اعتقد هي بجانب المصانع هي يعني هي دفعة مهمة جدا، لأنها بتحل حاجات كتير جدا زي ما احنا عارفين ماذا تفعل ابدأ في المصانع وأيضا في تطوير الصناعة المصرية. ولكن هنا كلمني يعني مثلا لو حضرتك بتكلمني بتقول أنت عايز تعرف جغرافيا ولا عايز تعرف في الأماكن، يعني مثلا لو أنت عندك أماكن فيها مناجم أو فيها تعدين يبقى أنت بتدرب الناس هنا على هيبقى سوق العمل طالب ده، او اماكن فيها مثلا حاجات اكتر خاصه بالميكانيكا او بالاشياء دي، فهل هتبقى طبقا للاماكن اللي فيها استثمار ولا طبقا لسوق العمل، ولا مين اللي هيحدد ده؟ اللي هيحدد ده يا فندم تعاوننا مع اتحاد الصناعات، لان تمام. اتحاد الصناعات هو اللي فيه مصنعين مصر كلهم، وهو اللي يعرف احتياجات سوق العمل ويعرف الاعداد المطلوبه سنويا، عشان تمام. زي ما قلت لحضرتك ما ندربش عدد كبير وفي الاخر اللي يخش سوق العمل وقته قليل، وهو تمام. اللي بيحدد لنا جغرافيا زي مثلا ما حضرتك عارفه ان طبعا دمياط شغلها الاساس وتخصصات النجاره هناك مطلوبه طبعا. فهو اللي بيحدد لنا في كل محافظه وفي كل هو محتاج قد ايه محافظه متطلبات الصناعه اللي نقدر نشتغل عليها. تمام. أتمنى لكم التوفيق الحقيقة. أشكرك جدا المهندس نادر أحمد نادر، نائب رئيس قطاع التدريب بمبادرة تطوير الصناعة إبدأ.